بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى كتاب بيليغ كومبخوندغ ونستأنف مع بيبي با كما رأينا فيما سبق. إذا طبعا كنا قد وصلنا إلى آخر فقرة مي بور كو سو سوا موان دور إلى لي إيطالي أونتر لي بلونش إي سون ساك دو ديفي أون كوش إيباس دو برونش فيرت جوستومون لوسكيل غرامبي فيغ لا كابان إلى لي روماركي أو باساج Un taillé de petits sapins touffus, il prit vite sa hachette, sauta sur son cheval. Dans 10 minutes, il serait de retour. Il a été accouché un homme pour qu'il ait serré, au moins je peux serrer. Mouriha, il a été dîné, il a été accouché un sapin. Mais pour que ce soit moins dur, il allait étaler entre les planches et son sac d'eau duvet. Il a été accouché un chétit et sa tabir, c'est un zé et sa tabir, entre les planches. بين الخشبات اي سون ساك دو ديفي اذا بين الخشبات وبين الكيس الذي سيدخل فيه لينام الذي يسمى طبعا ساك دو ديفي كما ذكرنا فيما سبق والذي يتضمن طبعا ريش الاوز والدجاج اون كوش ايباس دو برونج فيرت اذا نتكلم عن طبقه رقيقه من الاغصان الخضراء جوستومون بالضبط لوسكيل غرامبي فيغ لا كابان لوسكيل غرامبي فيغ لا كابان اذا عندما كان يتسلق او كان يصعد في اتجاه لا كابان في اتجاه هذا المنزل المتواضع الى في غوماركي او باساج اذا هو لاحظ عند الممر الى في غوماركي او باساج ان طاي دو بوتي سابا توفي اذا هو راى اشجار صغيره تسمى سابا توفي كثيفه il prévit sa hachette إذن هو أخذ بسرعة فأسه إن صح التعبير صوت سيغ سون شوفال ثم ارتمى فوق فرسه دون دي مينوت في خلال 10 دقائق إيل سوغي دو روتور قد يكون قد عاد طبعا كما تلاحظوا هنا عندنا لو فيرب إتر أو كونديسيونيل بريزون في لو فيتور سامبل نقول جو سوغي تي سوغا إيل سوغا نو سوغون فو سوغي ولكن هنا عندنا لو كونديسيونال بريزون نقول جو سوري تي سوري إل سوري نو سوريون فو سوري إل سوري إل سوري إذن طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن لو كونديسيونال بريزون تفيد الشك إذن عندنا هنا دون دي مينوت في خلال 10 دقائق إل سوري دو روتور كما نقول قد يعود قد يكون قد يعود المقصود بأنه قد يعود في خلال 10 دقائق طبعا عندما نقول قد يعود يعني في بعض الشك ثم نكمل مع هذه القصه كما عندنا هنا بيبي با 100 سيكونت ما تاخذ ركبان سودا لو شوفال في ان فيولو ايكار شارلي رول تري ديرمون سور لو سول دون سا شوت il s'est brisé les os de la hanche c'était un homme très dur au mal très courageux il avait gardé son sang froid Se tournant à demi sur le ventre, il regarda autour de lui. Mais à 50 mètres de la cabane, mais à 50 mètres de la cabane, ولكن à la بعد 50 mètres من المنزل المتواضع, soudain le cheval fait un violent écart. Soudain, فجأة, le cheval fait un violent écart. Le cheval fait un écart, مقصود به, le cheval a dû avoir peur et il a fait brusquement Un saut de côté, un violent écart qui a fait tomber le cavalier. Le cheval a dû avoir peur. Et dans ta ben, à qui dit Anna, le cheval a dû avoir peur. Al-Hissan se yakoun qad kana indaw khawf. Al-Hissan yakoun qad kana indaw khawf. Et il a fait brusquement, tomu huwa fa'ala, faj'atan, un saut de côté, un saut de côté. ثم قام بقفزة إلى الجانب إذا كان يسير فإذا بيقفز إلى الجانب أكيد أن الفارس سيسقط أن فيولون إيكار إذا هنا نتكلم عن أن فيولون إيكار طبعا الإيكار المقصود به الفارق المصطلح طبعا يستعمل في الحسابات عندما يكون هناك فارق بين أعداد إذا نقول إيكار يعني كما نقول فارق ولكن هنا نتكلم عن قفزة إلى الجانب سواء إلى اليمين أو إلى اليسار إلى في بروسكومون أن سو دو كوتي إذا هو قام فجأة بقفزة إلى الجانب لو كوتي أن فيولون إيكار إذا هنا نتكلم عن
ان فيولون ايكار. اذا كما نقول فارق عنيف، فارق عنيف. اذا نتكلم عن قفزه عنيفه الى احدى الجوانب. كي في طومبي لو كافالي، كي في طومبي لو كافالي، التي فعلت كما نقول التي عملت على اسقاط الفارس. اذا نتكلم عن شارلي غابيت. مي ا 50 متر دو لا كابان سودا لو شوفال في ان فيولون ايكار شارلي رول تري دورمون سور لو سول. اذا طبعا شارلي رول انه دار تري دورمون يعني بشكل عنيف، تري دورمون بشكل عنيف سور لو سول على فوق الارض. اذا شارلي رول تري دورمون نقول عن شيء بانه دور يعني انه كما نقول صلب او انه عنيف كما راينا في المسابق. مي بور كو سو سوا موان دور، ولكن حتى يكون اقل صلابه او اقل خشونه ان صح التعبير. اذا هنا شارلي رول تري دورمون، اذا شارلي انه بقي يدور. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب غولي، نتكلم عن العجله. اذا لا غو غول، اذا العجله تدور. طبعا نتكلم احيانا عن السياره نقول سيت فواتور غول تري فيت، غول تري فيت، هذه السياره تسير بسرعه. او نقول مثلا جو غول تري فيت، انا اسير بسرعه، يعني انني اركب دراجه او اركب السياره واسير بسرعه. اذا هنا عندنا شارلي غول تري فيت. طبعا نتكلم عن لو فيرب غولي عندما يكون شيء ما يدور، او عندما تركب مركبه ما او دراجه ما لها عجلات. شارلي رول تري دورمون سور لو سول دون سا شوت، وفي سقوطه إل سيبريزي لي زوز دو لا هونش. اذا طبعا عند سقوطه، عندما هنا في سقوطه المقصود عند سقوطه من على الفرس، إل سيبريزي لي زوز دو لا هونش. اذا هو كسر لنفسه كما نقول لي زوز، طبعا لي زوز المقصود به العظام دو لا هونش، عظام الورك، عظام الورك. اذا نتكلم عن المنطقة التي توجد فوق الفخذ، اذا تسمى لا هونش. اذا هذه المنطقة طبعا كسرت عظام هذه المنطقة. دون سا شوت إل سيبريزي لي زوز، اذا نتكلم هنا عن لي زوز، نتكلم عن مجموعة عظام دو لا هونش. طبعا لا هونش يعني الورك. سيتي ان نوم تخي دور او مال، سيتي ان نوم تخي دور او مال. اذا هو كان رجلا تخي دور، مرة اخرى كلمة دور يعني انه شديد، انه كان شديدا او مال على السوء. المقصود بانه كان رجلا صبورا في مواجهة الاخطار. اذا كان رجلا يواجه الاخطار ولا يلين لها ان صح التعبير. سيت ان هوم تخي دور او مال تخي كوراجو، اذا هو كان جد شجاع. إلا في غاردي سون سون فخوا، اذا هو حافظ على دمه البارد، لم يخف ولم يرتجف ولم يتسرع الى غير ذلك. إلا في غاردي سون سون فخوا، طبعا لو سون يعني الدم، عندنا هنا سون سون. إذا الكلمتين تقريبا تنطق بنفس الطريقة، لكن هنا نتكلم عن صون، شيء ما يعود له أو شيء ما يعود لها. ثم صون يعني الدم، صون فخوا دم بارد. إلا في غاردي، إذا هو حافظ. طبعا هنا عندنا لو فيرب غاردي، هنا لو فيرب غاردي، أو بالأحرى عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غاردي. قبل منو شنو كاين؟ قبل منو كما راينا في المسابق عندنا لوكسيليغ افواغ ا لامبارفي، تصرف لامبارفي مع لو بارتيسيباسي دو فيرب غاردي. طبعا سنحصل على لو بلوس كو بارفي دو فيرب غاردي. اذا الى في غاردي، اذا هو حافظ سون سون فخوا على دمه البارد، اذا بقي هادئا بمعنى اخر. اذا عندنا هنا سون سون فخوا il n'a pas pris peur، اذا هو لم ياخذ خوفا، اذا المقصود بانه لم يخاف. il n'a pas pris peur، il n'a pas pris peur، هو لم ياخذ خوفا.
إذن هو لم يخاف. طبعا هنا عندنا الفير بخوندغ كما تلاحظوا، إل نا با بخي بوغ، إذن هو لم يأخذ خوفا، إذن هو لم يخاف. إل نو سي با زافولي، إذن هو طبعا لم يهلع، إذن هو لم يقلق، إذن هو لم يضجر، إذن هو لم يخاف. إلي غيستي كالم، إذن هو بقي هادئا. إلي غيستي كالم، إذن هو بقي هادئا. ماتخ دو لوي، ماتخ دو لوي كما نقول سيد نفسه، أنه متحكما في نفسه. سيت ان هوم تخي دور مال، تخي كوراجو، إلا في غاردي سون سون فخوا، سو تورنو أدومي سور لو فونتخ، إذن هو دار نصف، دار نصف دائرة كما نقول. سو تورنو أدومي. طبعا هنا كنا نتكلم على لوفير سو تورني، فعل استدارة. هنا لوفير سو تورني، عندنا فعل استدارة. أدومي كما نقول للنصف، المقصود هنا أنه استدار نصف دورة سور لو فونتخ، على البطن. إذا هو نام على بطنه إن صح التعبير. إل غوغادا أوتور دو لوي، إذا هو نظر حوله، ألقى نظرة فيما حوله. إل غوغادا أوتور دو لوي، إذا كما قلنا 150 متر دو لا كابان سودا لو شوفال في أن فيولون إيكار. Charlie roule très durement sur le sol. Dans sa chute, il s'est brisé les os de la hanche. C'était un homme très dur au mal. Très courageux, il avait gardé son sang-froid. Se tournant, adomé sur le ventre, il regarda autour de lui. Regardez la cabane? Impossible, à cause de la hanche brisée. Là, pourtant se trouvait le salut, et rien que là. Le refuge contre les bêtes sauvages, le bon feu, la nourriture et surtout le téléphone qu'il suffirait de décrocher pour que ses camarades là-bas dans la vallée entendent son appel et viennent vite le secourir, le soigner, lui sauver la vie. Le garde est resté longtemps allongé, immobile dans la neige. Regagner la cabane, taban le verbe gagner, مقصود بها أنك تربح. غاني لا كومبيتيسيون يعني انك تربح المنافسه. غوغاني يعني انك تربح مره ثانيه، ولكن هنا عندنا لو فيرب غوغاني المقصود انك تصل الى المكان. غوغاني لا كابان يعني ان تصل الى المنزل. امبوسيبل مستحيل، اكوز دو لافونج بغيزي، اكوز دو لافونج بغيزي. اذا طبعا شارلي مستحيل ان يصل للمنزل المتواضع. À cause de sa hanche brisée. Bisebebi Warki Al-Mukassar. Bisebebi l'idam la titkassarat. Inde soukoti min al al-faras. La pourtant se trouvait le salut. Walakin hunaka. Ragmahada. Se trouvait le salut. Youjed al-salam. Charlie, allez, fikuli ahwal. Agnesila il al-manzil. Al-mutawadir, comme tu l'as dit. إذن هو أخذ يفكر في الوصول إلى المنزل، ولكن أمر مستحيل على بعد 50 مترا، مستحيل أن يتحرك بهذه الوضعية بهذه الحالة إلى هذا المكان. رغم هذا فهناك يوجد السلام، سنرى عن أي سلام يتحدث. إذن لا بورتون، طبعا بورتون كما نقول رغم ذلك، لا بورتون سو تروفي لو سالي. Se trouver le salut. طبعا se trouver أنه يوجد. L'important se trouver le salut. ولكن هناك رغم هذا يوجد السلام. Et rien que là. ولا شيء غير هذا المكان. المقصود بأنه لن يسمح لنفسه بالبقاء هنا. مهما كانت الظروف عليه أن يصل إلى هذا المنزل. Et rien que là. ولا شيء غير هناك. Le refuge. Contre les bêtes sauvages. Le refuge contre les bêtes sauvages. إذا نتكلم على الملجأ. Le refuge. الملجأ. Contre les bêtes sauvages. ضد الحيوانات المتوحشة. Le refuge contre les bêtes sauvages. إذا هناك في ذلك المنزل هو ملجأ ضد الحيوانات المتوحشة. Le bon feu. ثم هناك le bon feu. هناك النار الجيدة. هناك النار الجميلة إن صح التعبير، هناك النار الجيدة. ثم لا نوريتور
هناك الأكل. La nourriture. هناك الغداء. هناك الأكل. Et surtout le téléphone. Et surtout وبالخصوص وعلى الأخص le téléphone. هناك الهاتف. Le téléphone qu'il suffirait de décrocher pour que ses camarades là-bas dans la vallée entendent son appel et viennent vite le secourir, le soigner, lui sauver la vie. هذا الهاتف qu'il suffirait. الذي يكفي. طبعا نتكلم هنا على الفيرب سفير، عندنا فعل كفى. إذا ذلك الهاتف الذي يكفي دو ديكروشي، دو ديكروشي أن تفصل. طبعا الفيرب ديكروشي له معاني كثيرة، منها أنك تسحب، منها أنك تحصل على شيء بعد مجهود، أنك تفصل شيئا، أو أنك تأخذ السماعة من أجل الكلام. هو المعنى الذي عندنا هنا طبعا. إذن هنا الهاتف كي سوفيري الذي يكفي به إن صح التعبير دو ديكروشي بأن ترفع السماعة بو كون سي كاماراد حتى أن رفقاءه لابا هناك دون لافالي هناك في المكان المستوي بين الجبال أونتوند سون أبيل يسمعون مناداتي أونتوند سون أبيل يسمعون مناداته إي فيان فيت لو سكورير إي فيان فيت لو سكورير ثم يأتون بسرعة لإنقاذه لو سواني معالجته لوي سوفي لافي لإنقاذ حياته يكفي أن يحمل السماعة حتى يسمعه أصدقاءه هناك في ذلك المكان المستوي بين الجبال أونتون سون أبيل حتى يسمعوا صوته حتى يسمعوا مناداته لابيل منادات إي فيان فيت لو سكورير ثم يأتون بسرعة لإنقاذه لنجدته لو سواني ثم لمعالجته لو سوفي لافي لإنقاذ حياته. طبعا كما قلنا هنا عندنا لوفار سوفيغ هنا عندنا لوفار ديكروشي كما نلاحظ ثم عندنا لوفار أونتوندغ أونتوند يعني أونتوندغ إذن يسمعون entendre ثم عندنا لو فيرب سكورير ثم عندنا هنا لو فيرب venir venir بصرف البريزون سكورير طبعا كما هو ثم عندنا لو فيرب سواني ثم عندنا لو فيرب سوفي. اذا كما قلنا روغاني لا كابان الوصول الى ذلك المنزل امبوسيبل غير ممكن اكوز دو ساونج بريزي بسبب ورقي المكسر L'important de trouver le salut est rien que là. Le refuge contre les bêtes sauvages, le bon feu, la nourriture et surtout le téléphone. Le téléphone qu'il suffirait de décrocher pour que ses camarades, là-bas dans la vallée, entendent son appel et viennent vite le secourir, le soigner, lui sauver la vie. Le garde est resté longtemps allongé. Et dans Tabran, Haris Lagada, le garde, نتكلم على لوغارد تنقولو حنا القرد القرد يعني حارس الغابة غيستي لونتو ألونجي هو باقي لمدة طويلة ألونجي ألونجي يعني كما نقول ممتد ألونجي ممتد إذا بقي ممتدا على بطنه إيموبيل إيموبيل غير متحرك موبيل متحرك عكسها إيموبيل إذا هو بقي غير متحرك دون لا نيج دون لا نيج في التلوج إذا هو سقط في مكان فيه تلوج. إذا سنستأنف مع القصة في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.